تعالى بقى نروح لموضوع مهم قوي كريم، وانا عجبني قوي قوي رد الفعل ده. لو حضراتكم فاكرين قصه حارسه المرمى اللي اتنمروا عليها وقالوا عليها راجل، وناس كتيره جدا نزلت صورها وقعدوا يتريقوا. الاتحاد الايراني لكره القدم تقدم بشكوى رسميه ضد نظيره الاردني اللي دعا للتحقيق من جنس اللاعبه، وتم ارسال الشكوى للجنه الانضباط والاخلاق في الاتحاد الاسيوي لكره القدم. حارسه مرمى منتخب ايران يعني زي ما حضراتكم تابعتوا اتعرضت لهذا الكلام، وقالت هي كمان من يعني جانبها ستلاحق الاتحاد الأردني لكرة القدم أمام القضاء بتهمة التنمر، مؤكدة أن الهدف من ده هو رد الاعتبار واستعادة الكرامة بعد تشكيكه بشكل علني في جنسها واحتمال كمان كونها ليست امرأة، وأضافت بأن ذنبها الوحيد أنها ليست جميلة. حاجة يعني محزنة جدا انها هي اصلا حصلت، وكمان في العلن وبشكل رسمي قدموا يعني شكوى وحاجات زي كده وتحررنا من جنس اللعبة. يعني معقولة؟ معقولة يعني مش ذنب البنت برضو فعلا؟ وفي نفس الوقت لو حضراتكم ده دعا جانب يعني الاتحاد الاردني، لا حضراتكم شفتوا على السوشيال ميديا كان موضوع غير مقبول وكارثي. ناس حاطة صور عمالين يتريقوا ويقول لك يعني لا، كان شيء غير مقبول تماما، وانا بشوف ان ده طرق من يعني العنف ضد المرأة او صورة من صور العنف ضد المرأة، فشيء غير مقبول تماما، وانا بشجعها جدا وبحترم جدا الخطوة حقيقي الاتحاد يعني عملها. وفكرة كمان ان هي مش عايز تسكت على حقها كريم طبعا. الرفض ان انا مش عادي اللي هو الاساءه انا مش عاديها، مش حاجه اسمها اعتذار وخلاص، مش حاجه اسمها رد اعتبار عن طريق القانون وخلاص، لا انا عايز اخد حقي والاقي عقاب. يعني مش فكره ان هم اثبتوا، اقصد يعني القانون اثبت او التحريات اثبتت ان هي انثى فكده خلاص، لا لازم اخد رد اعتبار ولازم اخد حقي، لان ده غير مقبول تماما بصراحه. دي جانب من جوانب السلبيه السيئه اللي بنشوفها من السوشيال ميديا. يعني طبعا للاسف الشديد السوشيال ميديا سهلت مهمة المتنمرين، يعني بقت بضغطة زرار واحد يقدروا ينشروا تنمرهم وأفكارهم العنصرية على أساس أن اللي بيتكلم ده مثلا يعني كامل. ما فيش حد فينا كامل على فكرة، كل واحد فينا فيه عيب على الأقل، وكل واحد فينا فيه insecurity زي ما بتقال، أو اللي هي يعني عدم احساس بالامان بالظبط. فما يعني هنقعد بقى يعني انت حضرتك لما اتريقت عليها، يعني انت يعني ملك جمال مثلا او ملك الجمال؟ يعني انا عايز افهم برضه.